الجولة السابعة من مفاوضات جنيف تواصل أعمالها، وتوحيد صف المعارضة من أولوياتها. بعد خسارته في الموصل، داعش يحتل قرية الإمام غرب جنوب المدينة. وفي أفغانستان، القبض على إيرانيين يعملون مع طالبان. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن السوري وعلى الصعيد السياسي تحديدا. تدخل الجولة السابعة من المفاوضات السورية في جنيف يومها الثالث على التوالي لاستكمال البحث في المحاور الأساسية التي سبق أن انتهت إليها الجولة السابقة، إضافة إلى استكمال المباحثات التي ستركز على الإرهاب والانتخابات والحكم. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. تستمر الجولة السابعة من المفاوضات السورية في جنيف، وذلك لاستكمال البحث في المحاور الأساسية التي سبق أن انتهت إليها الجولة السابقة. وعلى خلاف المواقف التي سبقت اليوم الأول للاجتماعات، عكست آراء المعارضة أمس بعض التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تقدم، خاصة فيما يتعلق بتوحيد وفد المعارضة والقضايا المرتبطة بالدستور، إضافة إلى استكمال المباحثات التي سترتكز على الإرهاب والانتخابات والحكم، لا سيما بعد التقارب الروسي الأمريكي الأخير. المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دمستورا أكد في مؤتمر صحفي أن اتفاقات عدم التصعيد في سوريا يمكن أن تسهل تسوية الصراع وتفضي إلى مرحلة لإرساء الاستقرار في البلاد، لكن يجب أن تكون مثل تلك الاتفاقات مرحلة انتقالية وأن تتجنب التقسيم، مضيفا أن مناقشات تجري في العاصمة الأردنية عمان لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا بوساطة أمريكية روسية. المتحدث باسم الهيئة العليا التفاوضية يحيى العريضي أكد هو الآخر أن أولى الإشارات الإيجابية بمفاوضات جنيف تمثلت في الاجتماع الذي عقد دمستورا مع كل من رئيس وفد الهيئة العليا التفاوضية نصر الحريري وممثلين عن منصتي موسكو والقاهرة. التطورات الأخيرة التي شهدتها الأزمة السورية، خاصة اتفاق الهدنة في الجنوب وما سبقها من اتفاق في استانا وإن كان هشا، ربما تكون من شأنها أن تساعد بشكل أو بآخر في دفع العملية السياسية وإيقاف آلة القتل التي تبقى الهاجس الأساسي بالنسبة إلى السوريين. ميدانيا، تدور اشتباكات ومعارك شرق العاصمة دمشق، تسعى من خلالها قوات الأسد التقدم في حي جوبر، بينما تحاول قوات المعارضة السورية تعزيز مواقعها وشن هجمات مضادة ضد مواقع تابعة لقوات الأسد. التفاصيل مشاهدينا في التقرير التالي. جبهة الوادي في عين ترمة، يأخذ أبو محمد موقعه في الخطوط الأمامية للمعركة ضد قوات نظام الأسد، يراقب الاشتباكات بحذر. في الخارج مقاتل آخر يحاول التصدي لإحدى طائرات نظام الأسد الحربية. تفشل الطائرة في محاولتها الأولى فتعود للارتفاع وتلتف مجدداً لاستهداف مواقع تسيطر عليها قوات المعارضة السورية. يعلو الدخان، هنا مكان الغارة حيث استهدفتها طائرات نظام الأسد. بينما تفشل هذه الطائرة من الاقتراب فترمي أسلحتها من علو وترتفع بسرعة أكثر تجنبا لاستهدافها من قوات المعارضة السورية. هذه إحدى جبهات القتال في ريف دمشق، حيث تحاول قوات نظام الأسد التقدم فيما تقوم فصائل المعارضة السورية في التصدي لها. حملة قوية تشنها قوات نظام الأسد مستخدمة كل أنواع الأسلحة وغارات جوية لا تتوقف، فيما تحاول قوات المعارضة جاهدة إحباط هذه العمليات من خلال استهدافها مواقع نظام الأسد بصواريخ الهاون أو استهداف آلياته العسكرية. المعارك هي الأعنف على عدة جبهات، يسعى من خلالها نظام الأسد التقدم نحو المتحلق الجنوبي والذي يصل بلدات زملكة وعين ترمة، بينما تسعى قوات المعارضة لمنع حدوث هذا السيناريو. قالت مصادر مطلعة إن مسلحا من داعش قتل وجرح آخران في مواجهات مع قوات سوريا الديمقراطية في حي غربي الرقة شمال شرق سوريا.
وأوضح المصدر أن المسلح قتل برصاص قناص تابع لقوات سوريا الديمقراطية في حي اليرموك غربي الرقة، في حين جرح اثنان آخران إثر استهدافهما بقذيفة دبابة في ذات الحي. في مناطق سيطرت قوات سوريا الديمقراطية، تشجع القبائل المحلية عملاء وأفراد داعش على الانشقاق عن التنظيم مقابل تخفيف العقوبة والمصالحة والاندماج في المجتمع. هذا العرض ينطبق حصرا على السوريين الذين انضموا إلى داعش ولم تتلطخ أيديهم بالدماء. التفاصيل مشاهدينا مع جينا موسى. الخلاف يولد الفرقة، والفرقة تولد العداء. ولتفادي ذلك ابتكر زعماء العشائر في تل أبيض لجنة مصالحة لفض الخلافات بطريقة ودية. القضية التي يحاولون حلها اليوم تتمحور حول قطعة من الأرض. هؤلاء هم الشهود الذين وصلوا للإدلاء بشهادتهم. قولوا أقسم بالله العظيم. يحلفون على القرآن الكريم لقول الحق ولا شيء غير الحق. بعد الاستماع إلى جميع الأطراف يقرر الشيخ إبراهيم العيسى، وهو رئيس لجنة المصالحة، مع زعماء القبائل الآخرين كيفية التصرف والحكم في هذه القضية. في هذا المجتمع القبلي عالجت لجنة المصالحة في السنتين الماضيتين 2000 قضية. هذه قضية بيع وشراء أرض، وحصل خلاف قيمتها 9 ملايين، فالشهود هذول اللي يثبتون البيع. القضايا التي تمر عبر لجنة المصالحة لا تقتصر على الخلافات العائلية أو تلك المتعلقة بالأراضي الزراعية، بل تشمل أيضا قضايا حساسة جدا. تم اتهام أبو خديجة مثلا من قبل السكان على أنه كان عميلا لداعش عندما كانت تل أبيض تحت احتلالهم. يعني أنا يوم أني أريد أروح أزكي حاج عبد الرحمن أقول لهم هالرجل كويس ونزيه وشريف، خلص يأخذون ثقة. ومثلا عاد أنا أكفله أنه ما له دخل، إن شاء الله عليكم سلاح أو شغلة اعدموني يعني. هذا كل الكلام. حكم على أبي خديجة بالسجن لمدة 3 سنوات، لكن بعد تدخل لجنة المصالحة خرج بعد سنة واحدة فقط. نتجه مع أبي عيسى إلى مضافته. هنا في هذه الغرفة المليئة بقطع قديمة توارثها الشيخ عن أجداده، يأتي أهالي مقاتلي داعش السوريين للقائه وأخذ ضمانات من القبائل لتأمين انشقاق أولادهم عن التنظيم. أتوسط للناس المتورطين داعشيا، لكن بشكل إيده مهي ملطخة بالدماء. فهالنوعية هذه تكون من الناس المحتاجين اللي داخلين تيستفيدوا أو تيعيشوا، وإحنا المنطقة نعرف بعضنا. يعني اللي جوني يعني 12 واحد، ما في ولا واحد من عشيرتي، كلهم من قبيلة جيس، من جميلة، من البخميس، من المشهور، من العفادلة، من البريج. يعني أنا أعرف اللي باع طويل بالمعرفة بالمنطقة، حتى كوباني، براس العين، أنا داير سورية يعني علاقات قوية، أعرف كل واحد شنو دوره. كيف يمكن للجنة المصالحة أن تضمن أن المنشقين عن داعش قد تابوا فعلا وأنهم لن يقوموا بأعمال إرهابية في المستقبل؟ بالنسبة لمنطقتنا أنا أعرفهم، ما في واحد داخل عن عقيدة أو عن فهم أو عن تشدد أو حتى كاتب أو حتى دارس كتاب لمحمد بن عبد الوهاب أو يعرف منه السلفية أو الجهادية شنو هي، أو إمتى ظهرت الحركة وين موقعها، من طلعت من الجزيرة العربية أو من أوروبا، ما يعرفون. عليهم معاهم. هذا واقع منطقتنا إحنا، أما جاينا من برا إيش مقصول عقليته الله أعلم. قامت لجنة المصالحة أيضا بتأمين إطلاق سراح أكثر من 80 عنصرا من السوريين الذين انضموا إلى داعش. الهدف هو جذب السوريين فقط وإقناعهم بالتخلي عن هذا التنظيم الذي جلب الخراب إلى بلدهم. جنان موسى، أخبار الآن من تل أبيض.
أحييكم من جديد إلى العراق، حيث قال ضابط في الجيش العراقي وسكان في قرية الإمام غربي التي تقع جنوب مدينة الموصل إن تنظيم داعش احتل معظم أنحاء القرية رغم فقدانه السيطرة على معقله في المدينة باستخدام أساليب حرب العصابات. وأكد الضابط أن المتطرفين يحتلون الآن أكثر من 75% من القرية التي تقع على الضفة الغربية لنهر دجلة على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب الموصل، وإن من المتوقع وصول تعزيزات إلى المنطقة. أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى بأن قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل يشهد انقلابا داخليا لتنظيم داعش عقب إعلان قتل زعيمه، مشيرا إلى بدء حملة اعتقالات واسعة في صفوف مؤيدي أبو بكر البغدادي. وأفاد مصدر محلي في وقت سابق بأن داعش أعلن في بيان مقتضب جدا قتل زعيمه المدعو أبو بكر البغدادي، وتحدث عن قرب إعلان اسم خليفته الجديد. إلى ذلك ألقت القوات العراقية القبض على أحد الأطفال الذين كانوا يقاتلون إلى جانب تنظيم داعش خلال معركة الأمتار الأخيرة في مدينة الموصل القديمة خلال محاولته الهرب من عملية التحرير التي انتهت يوم الاثنين الماضي. مراسلنا وسام يوسف التقى الطفل محمد المنتمي إلى داعش، نتابع. هذا الطفل اسمه محمد، يبلغ 11 من عمره، أما اسمه في داعش فكان مصطفى، حيث انتمى إلى التنظيم وهو في 9 من عمره، وخاض أول معركة ضد القوات العراقية عندما كان في 10 من عمره. محمد صالح محمود عبد الله. إيش كانوا يلعبون بالتنظيم؟ مصطفى. إيش قد عمرك أنت؟ أنا 11 سنة. يقولون نبايع. لا أنت إيش قلت؟ نبايع خلفة المؤمنين على السمع والطاعة. المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرتنا عليها ولا لا ننازع عن أمر أهله والله على ما نقول شهيد. وبعد ما قلت هذه البيعة وين رحت؟ الحليلة. الحليلة؟ شنو معسكر شنو؟ تدريب خمس أيام بحليلة. تدريب خمس أيام، من اللي يدربكم؟ أبو فضل السوداني. أبو فضل السوداني. التقينا محمد الذي ألقت القوات العراقية القبض عليه قبل 5 أيام بعد أن هرب من منطقة الميدان التي جرت فيها معركة الأمتار الأخيرة في الموصل القديمة، حيث كان لمحمد الكثير من أقرانه يقاتلون إلى جانب داعش. 10 شتلوا ظهرين، 5 4 فجروا وأنا الخامس ظلت. بعمرك صاروا استشهادين فجروا أنفسهم؟ أي. كم واحد؟ 4. من هم؟ أول فجر أنفسهم؟ 2 بما وغربي. أسماءهم؟ 1 أبو علاء و1 أبو عثمان. أبو علاء شو اسمه كامل؟ ما أعرف اسمه، سلكوني مالته. أبو عثمان، هذول فجروا أنفسهم؟ إيه بما وغربي. هذول بعمرك؟ إيه. وبعد الاثنين وين؟ الاثنين 1 باليمن. شو كان اسمه؟ هو؟ إيه؟ أبو حسين. أبو حسين وين فجر نفسه؟ باليمن. باليمن وين؟ يا منطقة؟ من عند الباب الجديد. على باب جديد والله. هم اللي عند باب البيض. عند باب البيض. عائلة محمد المتكونة من والدته وثلاث أخوات أكبر منه، جميعهم انتموا إلى داعش وكانوا يعملون فيما يسمى ديوان الحزبة. أما محمد فقد كان مقاتلا بإمرة أمير من القادة العرب في التنظيم. والله شان حالنا ضعيف يعني على الفلوس، رحنا قاتلنا اشتريت بس واحد. شلون قتلتوا هذا؟ وين كان؟ بحليله. اي بحليله ادري يعني. من بعيد. من بعيد شلون يعني؟ من بعيد. مسافة 100 متر. 100 متر؟ وين كان هو؟ كان ورا حليله. يعني ورا حليله من ذيك الجهة. واني جاي من حليله من هاي الجهة. ايه. شلون ضربتوا يعني؟ بالبندقية. بالبندقية؟ ايه. ورا هاي المعركة وين رحت؟ الميدان. بس رباط سيطرة. شنو هو الرباط؟ سيطرة. داعش استغل أطفال الموصل أبشع استغلال، حيث زج بهم في محرقة المعارك أمام الجيش العراقي بعد أن غسل عقولهم وأفكارهم، واستغل حاجتهم المعيشية جراء الحصار الذي كان يفرضه عليهم في أكبر جرائمه تجاه أطفال الموصل.
تؤدي إيران دورا سلبيا كبيرا في أفغانستان فيما يتعلق بتمويل عدد من المجموعات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة. ولقد اعتقلت السلطات الأفغانية مؤخرا إيرانيين في ولاية هرات الحدودية مع إيران واعترفوا بعلاقتهم بجماعة طالبان. في خضم الشهادات والدلالات على التدخل الإيراني في أفغانستان ودعمها لجماعة طالبان من أجل إحداث الفوضى في البلاد، ألقت السلطات الأمنية في ولاية هرات الحدودية مع أفغانستان القبض على 5 إيرانيين كانوا يترددون في المناطق الخاضعة لطالبان، واعترفوا بانخراطهم في هجمات اغتيال وقعت في الولاية مؤخرا. وقد حصلت كاميرا الآن على صور للشخصين الإيرانيين وبحوزتهما خرائط إيرانية الطبع مع أسلحة خفيفة وأجهزة اتصال وبطاقات اتصال. يأتي اعتقال الإيرانيين كمؤشر ميداني قوي للتدخل الإيراني في الشؤون الأفغانية في وقت أثار فيه هذا التدخل غضبا شعبيا عارما في الجانب الأفغاني. وفي حديث لأخبار الآن أكد فضل الرحمن خادم رئيس قسم مكافحة الإرهاب بأن المعتقلين من الجنسية الإيرانية وأنهم كانوا على صلة بالمجموعات الإرهابية. عملية القبض الأخيرة على الإيرانيين وهم في ولاية هرات واعترافاتهم أكدت أن إيران لا تنفك في تدخلاتها الخارجية بدول الجوار وسعيها الدائم من أجل زعزعة الأمن واستقرار البلاد في الوقت الذي تدعم فيه المجموعات الإرهابية لتكون يدها الخفية في القتل والإرهاب. وبعدا واضح شد که اینا ایرانی هستند و تبع کشور ایران از شهر مشهد که یکی نام از بعد الاشتباه بهم والقاء القبض عليهم تبين لنا انهم ايرانيين. اثنان منهم من مدينة مشهد وهما مجيد بن حسين ورمضان بن حسين، وقد اعتقلنا في عملية منفصلة شخصا آخر يدعى وحيد بن قربان الذي كان يتردد على مديرية قادس بولاية هرات، وهي منطقة غير آمنة تماما، وحتى المواطنين الأفغان يخافون الذهاب إلى هذه المنطقة. هذا يؤكد انخراط هؤلاء ضمن مجموعات تعمل على إثارة الفوضى وزعزعة الأمن في البلاد، وأن هناك صلة بين حلقات أجنبية وأخرى داخلية تعمل ضد مصالح الأمن الوطني الأفغاني. ولحسن الحظ أن الشعب في هرات يتضامن مع الحكومة تماما ويتعاون معنا في التصدي لأي أعمال تخريبية. في متابعة لتحليل ورد على أخبار الآن حول من سيكون المسؤول عن الضربة القاضية في صراع القاعدة الداخلي بين الجولاني والظواهري، رصدنا مع الزميلة عفراء الجول في نشرة 12 أبرز التعليقات التي تظهر الخلاف الكبير بين أنصار الجولاني ومعارضي في سوريا على وسائل التواصل الاجتماعي حول تزايد الخلافات والانقسامات داخل القاعدة في سوريا. نتابع. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي قال أحد المغاردين على تويتر اسمه صلاح عثمان من معارضي الظواهري: لقد فقدت قاعدة الظواهري الدعم المادي وتفرق أعضاؤها وباتت مرفوضة في كل الدول الإسلامية. قاسم حسين قال معلقا على الموضوع: الظواهري يطل من أحد جبال أفغانستان ليعلن تكفير مخالفيه. مجاهد الكنانة من معارضي الظواهري قال: من الواضح أن الظواهري قد أصيب بخيبة كبيرة نتيجة خيانة الجولاني العلنية، وغروره لم يسمح له باستيعاب فكرة أن حتى المتشددين في سوريا يرفضونه. أيضا عبد الله الصغير علق في إشارة إلى خيانة الجولاني للقاعدة: لا تفرح بها فقد جمعت الخبائث بعد اغتيال قادتها. كما ورد على حساب هبة علي من التيار المعارض للظواهري: قريبا بإذن الله ستكون نهاية الظواهري من يدعي أنه أمير القاعدة. أبو بكر قال في انتقاد للظواهري: أين الظواهري عندما تطلبه الأمة؟ وقالت أمل عمر في انتقاد لعدم ظهور أيمن الظواهري: أين هو شيخكم الظواهري أمير المؤمنين؟ أين يقيم؟ أبو عمار الحموي وهو من أنصار الظواهري قال: الظواهري للجولاني يجب عليك التخلي عن أطماع الإدارة. نادر محمد قال: الظواهري يعرف في قرارة نفسه بأنه لم يعد شخصا مرغوبا فيه وأنه قد عفى عليه الزمن. تحليل عن ما سينتهي صراع القاعدة الداخلي بين الجولاني والظواهري بيّنت نتائجه أن 58% من المشاركين يرون أن النتيجة خسائر وانشقاقات من الطرفين، و19% يتوقعون تهدئة من دون اتفاق،
أما 23% الباقون تبينت آراؤهم بين تغلب أحد طرفي الصراع على الآخر أو ظهور وجه جديد. أحييكم من جديد مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار الصحية، والبداية من صحيفة الأيام البحرينية التي نقرأ منها دراسة تحقيق تقدم في البحث عن مصل مضاد لمرض السيلان. أشارت دراسة إلى أنه تم التوصل لمصل أظهر دلائل للمرة الأولى على قدرته على الوقاية من مرض السيلان الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وهو مرض سريع الانتشار ويمكن أن يسبب العقم. إلى صحيفة الإمارات اليوم مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها سرطان الأمعاء يمكنه الانتشار عبر مسار الدم. قال باحثون أمريكيون إنهم عثروا على دليل بأن سرطان الأمعاء يمكن أن ينتشر في بقية الجسم مارا بالعقد اللمفاوية إلى أعضاء أخرى في الجسم. ومن صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين نطالع، دراسة بريطانية تكشف كريم من الشاي الأخضر يساعد على التئام الجروح دون أثار. سلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية الضوء على كريم حديث يساعد على التئام الجروح الحديثة ويجعلها أقل حمرة وسماكة وحكة بعد أسبوعين فقط من الاستخدام، ويحتوي الكريم مادة كيميائية قوية توجد في الشاي الأخضر. واخترنا لكم من صحيفة النهار اللبنانية للفروسية فوائد صحية ونفسية على طفلك. قال مختصون طبيون إن ركوب الخيل من أكثر الرياضات الممتعة والمفيدة للأطفال، إذ يعمل على تحسين الذاكرة وتعلم وحل المشكلات الخاصة بالأطفال، لأن الحركة التي تنتج أثناء اهتزاز الخيل تعمل على تحفيز الجهاز العصبي لدى الأطفال وتحسين القدرات الحركية بشكل سريع. ختاما مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية، وكريمات الوقاية من الشمس تلوث المياه. يحذر خبراء من أن الاستخدام غير الملائم لكريمات الوقاية من الشمس على الشواطئ يتسبب في ضرر طويل المدى للبيئة البحرية. ويقول الخبراء إن القياسات المأخوذة من بحر البلطيق احتوت على مرشحات من الأشعة فوق البنفسجية من الصيف السابق. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا أحيت الأمم المتحدة أمس اليوم العالمي للسكان تحت شعار تنظيم الأسرة لتمكين الناس ولتنمية الأمم، من أجل زيادة الوعي بالقضايا السكانية بما في ذلك علاقتها بالبيئة والتنمية. كما تسعى الأمم المتحدة في هذا اليوم من تمكين المرأة من حقوقها الإنجابية كحل للتزايد السكاني. تنظيم الأسرة أحد أهم الأهداف لتحقيق التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر، كما أنه محوري لتحقيق أهداف أخرى مثل القضاء على الجوع وتعزيز الصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين. وبهذا تحيي جمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي للسكان بهدف ربط مسألة السياسات السكانية بتطوير ونمو المجتمعات. ويصادف هذا العام تبني المجتمع الدولي شعار تنظيم الأسرة لتمكين الناس ولتنمية الأمم، حيث يتم العمل من أجل تطوير الأسرة بوصفها نواة المجتمع، فضلا عن أن تنظيم الأسرة يسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة لتمكين المرأة وتنمية الأمم. فعلى الرغم من التقدم الهائل إلا أنه لا تزال هناك تحديات ضخمة، حيث تفتقر قرابة 214 مليون امرأة في البلدان النامية إلى وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، حيث تواجه النساء المستضعفات في كل يوم خاصة الفقيرات منهن واللاجئات عقبات اجتماعية واقتصادية وجغرافية تحول دون حصولهن على خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة الطوعي. وتشير الأبحاث العلمية إلى أن النمو السكاني الحالي مصاحبا بزيادة في كثرة استهلاك الموارد، ما يشكل خطرا على النظام البيئي على سطح الأرض.
وأشار البيان الفريق المشترك بين الأكاديميات بشأن النمو السكاني العالمي الذي أعدته الأمم المتحدة إلى أن الأرقام الحالية بخصوص النمو السكاني لم يسبق لها مثيل، كما أن كثيرا من المشكلات البيئية مثل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري والتلوث تفاقمت بسبب الزيادة المستمرة في عدد السكان. دراسة طبية حديثة أوضحت أن عربة التسوق تحتوي على بكتيريا أكثر من مقبض باب الحمام ب 361 مرة. تفاصيل هذه الدراسة مع الزميلة عبير عبدالله المختصة بالملف الصحي من أخبار الآن. كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن عربة التسوق في الأسواق الأطعمة تحتوي على أكثر ب 361 ضعفا من البكتيريا الموجودة على مقبض باب المرحاض. ووفقا لصحيفة بريطانية أوضح الباحثون فيها أن ثلاثة أرباع العربات في المتاجر التي تم مسحها من قبل الباحثين تحتوي على النوع الأكثر ضررا من البكتيريا والتي تنتمي إلى البكتيريا السالبة الجرام، وعثر على كميات كبيرة منها على أسطح ثلاث أنواع من المتاجر مثل محلات الأسواق التقليدية والمخازن الصغيرة ومخازن أسواق الأطعمة، وكانت المخازن تحتوي على الجراثيم أكثر من مقبض المرحاض ب 270 ضعفا، خاصة تلك الموجودة في المتاجر الكبرى والتي لا تزال لديها ثلاثة أضعاف مستوى البكتيريا في المطبخ. وأشار الباحثون إن البكتيريا السالبة الجرام تعد ضارة للبشر ومقاومة للمضادات الحيوية وتسبب الالتهاب الرئوي والسيلان والسل. في خبرنا الأخير، صنع مخبز في دبي قالب حلوى يصور أحد الممثلين الرئيسيين في المسلسل التلفزيوني الشهير صراع العروش. قالب الحلوى الذي يبلغ ثمنه 27,000 دولار صنع من فندق السكر ومعجون السكر، ويصور شخصية تيريون لانستر جالسا على كرسي العرش المعدني وممسكا بكأس مصنوعة من الذهب. وقال المخبز إن هذه الكعكة أعدت لصالح عميل نظم حفلا واستغرق 3 أسابيع، مشيرا إلى أن أفضل المكونات استخدمت في صنعها. وقبل ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. الجولة 7 من مفاوضات جنيف تواصل أعمالها، وتوحيد صف المعارضة من أولوياتها. بعد خسارته في الموصل، داعش يحتل قرية الإمام غربي جنوب المدينة. وفي أفغانستان، القبض على إيرانيين يعملون مع طالبان. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. إذن أعود وألتقيكم مشاهدينا بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء. كونوا معنا.